السلام عليكم، كي دايرين؟ كلشي مزيان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو 5-5 باحوال جيده. كما شفتوا اليوم بلاطو ديال الشوكولا متنوع ورائع جدا، مصاوب بجوج حشوات اللي هو ديال اللوز وديال الكاوكاو، وكيعطيكم هاد الاشكال هادو. دونك يلا ندوزوا للطريقه ديال التحضير، راه كيجي جد سهل وهكا كيجيو هاد لي شوكولا رائعين. هنايا شنو غادي نحتاجو؟ هنايا عندي كيلو ديال الكاوكاو محمر ومهرمش وقسمته على جوج، حيت كل واحد غنديرو في شكل. هنايا عندي الشوفان، واحد 100 غرام ديال الشوفان، وهنايا داك الكونفليكس هاكا مطحون، وهنايا عندي نص كيلو ديال اللوز، وهنايا عندي طبعا باش غادي نجمعها بنسلي، تقدروا تجمعوها بالمربى او لا باي حاجه بغيتو. وهنايا خليت واحد شويه ديال كاوكاو مهرمش، واللوز هكا صاين باش تشوفوا شنو غادي يديروا ليه. وغادي نحتاجوا طبعا شوكولا بلون اي شوكولا نوار، يعني شوكولا النوع الممتاز. دونك دابا ذوبت الشكلاط، يلا ندوزوا لاول شكل. صافي، وهنايا صافي خديت كاوكاو درت ليه داك الكراميل، وخديت دابا هنايا هاد الليمون. هاد الليمون كيجيو غزالين ديال السيليكون، وكنديروا اول طبقه اللي هي ديال الشوكولا بلون. كنديرها هكا باش كتجي صادقه، خاصني نخليها شي شويه. المهم انا كندوب الشوكولا مع شويه ديال الزيت هكا باش تتسلق، وكنديروا الطبقه الاولى وتنخليها شي شويه غير هكا، ميم با غير شويه باش هكا شويه تشد فراسها، وعاد ندير هاد الخليط. وانتم تشوفوا كيفاش غادي نبدا نصاوبو هكا مربعات ونحطهم في الوسط.
صافي وغادي ندوزو للشكل الثاني، هذا على شكل ورده. دونك الخليط اللي بقى لي في هذا يعني زدتو هنايا كاوكاو باش تعرفوا باللي راه كيلو الكاوكاو ما شاء الله راه تيخرج بزاف. صافي هنا غادي نسدوهم هكا. في الاول طبعا درت الشوكولا، كتخليوها حتى كتجمد عاد كديروا هذا الخليط ديال الكاوكاو والكراميل. صافي وكنسدوهم بهذا الشكل ديال الشوكولا. هي هنايا راه كنت باغا زعما نضيف حتى الكوك، يعني الكوك في هذا اللوز ساعه ما كانش عندي، يعني تقدروا تضيفوا ليه الكوك باش كتغيروا المذاق. ثلاثه الاشكال، دابا هذا هو الشكل الرابع. هنا كاين اللوز هرمشتو، يكون غير ديال اللوز كما شفتوا. غادي نضيف ليه حتى هو جوج معالق كبار ديال الكراميل، كيعطيه مذاق رائع رائع. طبعا الشوكولا. هذا الكاوكاو اللي بقى ليا، داك نص كيلو د الكاوكاو، غادي نضيف ليه الشوفان وهذاك الكونفليكس اللي انا طحنته. دوك نخلط هاد المكونات هادو كاملين، هادشي اللي بقى لي، وغادي نضيف ليه اللوز اللي بقى ليا. المهم غنخلط كلشي هنايا، غنضيف ليه هاد اللوز اللي بقى ليا. صافي وهنا كما كتشوفوا كنزيد هكا شوكولا بلون، وكندير الجوانب باش هكا تعمر بشوكولا بلون، نخليها هكا تتجمد. وغادي ندير الخليط ديالي وغادي نسد بالشوكولا هكا نوار، حيت تسالت ليا شوكولا بلون مي جات صراحه زوينه هكا مخلطه. ها نتوما دونك هنايا هما هادو نفس الاشكال، حيت المول عندي جوج مولات في نفس الشكل. وهذه الورده ها نتوما ما ديروش بحال هكا، خليوها حتى تجمد، انا ما خليتهاش تجمد بزاف. دوك ملي كنجي نحيدها كنلقاها كتشتت، ورجعتها للفريغو حتى جمدات نيت عاد ولات كتفك بكل سهوله. صراحه كتجي رائعه، وتقدروا تعمروا الوسط ديالها باي حاجه بغيتوا. نحل لكم هذه، شوفوا كتجي رائعه وزوينه في المنظر، يعني شوكولا بلون كتجي على هذا الشكل. وهذه تقدروا تخليوها بحال هكا، او لا تضيفوا ليها الكراميل في الوسط وهكا كيما زوقتها، وتقدروا تزوقوهم باللي بغيتو. دوك كتجي على هذا الشكل، هذا راه بلاطو، راه تبارك الله راه خرجت ليا بزاف. يلا يعني نخليكم مع الفيديو. صافي هنايا خديت الكراميل ودوبت واحد شويه الشوكولا باش عطاني هذا اللوين هذا. صافي وكديروه في الوسط هكا هكا كتغيروا الشكل. المهم شي خلي درت ليه هذا الكراميل وشي خليته هكا كسامبل باش يجي زوين. صافي وكيبقى تزوقوه بالطريقه اللي بغيتو. المهم هنايا عندي هذا الشوكولا هذه،
بلون وكنزوق ديال لي كوكيز وكنزوق في الوسط بحال هكا وكتجي على هذا الشكل منظر يا سلام والمذاق هائل. ندوزو لهذا الشكل. المهم راه كتخليه في الثلاجة واحد في الفريغو عاد تتحيدو باش كما يتشتتش ليكم. هانتوما شوفو كيف جات يا سلام. المهم انا ما ديروش الغلط اللي درت، انا راه ما خليتهاش في الثلاجة جمدات صافي وحيدتها. اي فوالا، هانتوما بلاطو ديال الشوكولا كيجي رائع وغزال. وطبعا راه الا عندك ليمولات مختلفين راه تقدري تخرجي بزاف بزاف. هادشي اللي كاين. يلا نتمنى ينال الاعجاب ديالكم ونيزيتي با دو بارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ومع الاحباب. ولا كنتو اول مره غتشوفوا هاد لا فيديو اش كتسناي؟ هبطي ديري ابوني فعلي ديك الجرس باش يوصلك كل جديد صافي. وهانتوما بلاطو كيجي على هذا الشكل وتقدروا تخرجوا بزاف ديال الانواع في هاد لا كونتيتي هادي الكثيره. طبعا الا عندكم ليمون مختلفين. ايوا هادشي اللي كاين. يلا نتمنى يكون خفيفه ظريفه ويكون عجبكم هاد البلاطو وتجربوه وتردوا عليا الخبر وخليوا لي لي كومونتير زوينين ديالكم. يلا بسلامه عليكم.